بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، بكل أدب وبكل احترام راح أسجل هذه الحلقة ووجه رسالة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوجه له هذا السؤال وأتمنى حد يجاوب، أتمنى حد من طرفه يجاوب، بما أنه يعني ولي عهد، خادم الحرمين الشريفين، ولي عهد الدولة اللي هي فيها أرض الحرمين، وبعض المشايخ اللي عندهم يقولون أنه هو يعني أمير المؤمنين وحامي الإسلام وحامي السنة وحامي القرآن وحامي هذا الكلام احنا نسمعه دائما أعزائي المشاهدين. عموما الحلقة هذه المفروض أنا أسجلها من فترة طويلة أخواني الأفاضل، ولكن سبحان الله مع كثر المشاغل والأفكار والأشياء الواحد يعني نسى، ولكن الآن الحمد لله رب العالمين جاء الوقت المناسب. تتذكرون كلكم المشكلة اللي حدثت ما بين المملكة العربية السعودية وكندا. هذه المشكلة لما كندا طالبت بالإفراج عن بعض النشطاء، وطبعا كان هناك ردة فعل غاضبة للمملكة العربية السعودية، وأنا صراحة من الناس اللي حسيت أنه لابد وأن احنا نتعامل مع الغرب هذه الطريقة، أنه أنتوا تعالوا والله يا أخي طالبونه وما أدري إيش، ولكن أحس أنها كانت ردة الفعل مش طبيعية. أعزائي المشاهدين شوفوا معاي على أساس ألخص لكم الموضوع، هذه المقابلة اللي كانت مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. شوفوا معاي كلام المذيعة وكلام عادل الجبير باختصار، ما هو الردود الأفعال اللي صارت وإيش اللي صار نتيجة هذه الأزمة، وراح أرجع أعلق ووجه سؤالي إلى الأمير محمد بن سلمان. So last month, the Canadian Foreign Minister issued a tweet calling for the release of two activists who'd been detained in Saudi Arabia. And the Saudi reaction was fierce. Yes. Tom Friedman called it an absurd overreaction. Others have said it was quite out of line. The Saudis, you pulled your students from Canada, people receiving medical treatment, diplomats, froze airlines. It's been a deep freeze between the two countries. Chrystia Freeland, the foreign minister, was here yesterday and said you two have been talking. I just wonder if you could comment on where you see that dispute, how it's evolving, how it will be resolved. And also talk about human rights in Saudi Arabia, which she's not the only one to have raised concerns about crackdowns on activists broadly. Yes. Two things. The students are in Canada until we can find a place to move them, so we didn't pull out the students. The patients, we don't have patients in Canada. I believe there were only two. Okay. So that's exaggeration. We stopped new investment in Canada, mm-hmm. and we stopped new Canadian investment in Saudi Arabia, and we stopped airline traffic to Canada, and we asked Canada to take their ambassador back, and we recalled our ambassador, but we didn't cut relations. It is outrageous from our perspective that a country will sit there and lecture us and make demands. We demand the immediate release. Really, we demand the immediate independence of Quebec. We demand the immediate granting of equal rights to Canadian Indians. What on earth are you talking about? You can criticize us about human rights. You can criticize us about women's rights. America does. State Department issues reports every year. British Parliament does. European Parliament does. French Parliament does. German government does. Others. To, that's right, that's your right. We can sit down and talk about it. But we demand the immediate release. What are we, a banana republic? شفتوا معي أعزائي المشاهدين؟ عشان والله كان تغريدة تويتر أنه والله افرجوا عن النشطاء، قامت قيامة المملكة وتم إلغاء الاستثمارات، إيقاف خطوط الطيران، استدعاء السفير وطرد السفير الكندي، تحويل الطلبة، ما أتذكر تقريبا 15 ألف طالب قالوا لهم يلا كل واحد يدور له جامعة ثانية، أزمة عنيفة وإلغاء الاستثمارات السعودية لهناك ووقف الاستثمارات الكندية هنا مثل ما سمعتوا في المقطع.
السؤال اللي أنا حاب أوجهه إلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ليش ما كانت ردة الفعل هذه مشابهة، ما بقول أكثر، مشابهة للي أنت سويته مع كندا مع فرنسا ومع الخنزير ماكرون لما أساءوا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بإعادة نشر الرسومات المسيئة اللي سووها الدنماركيين؟ ليش ما كانت لك ردة فعل مشابهة؟ أكرر السؤال ولا شلون، ولا فهمت السؤال؟ ليش ما ألغيت الاستثمارات السعودية في فرنسا؟ ليش ما سحبت السفير السعودي؟ ليش ما أمرت السفير الفرنسي وقلت له مع السلامة؟ ليش ما طلبت من الطلبة السعوديين في فرنسا مغادرة فرنسا؟ ليش 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 ليش؟ عندك إجابة؟ ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يسوى شيء عندك؟ الحين بيطلع واحد من الخنازير راح شوف قطر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا أخي كل ما قلنا شيء راح شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، عنبر 8 مش حيجيب نتيجة معاكم يا خنازير الإلكترونية أنتوا. الحين هذا سؤالي واضح، مش هذول بعض العلماء المطاقيع، علماء اللي يقول لك والله وإن زنى ويا لوط قالوا لكم لا طاعة ولي الأمر، هذا ولي أمر المسلمين هذا وهذا وهذا، وقلتوا عنا ما قلته، مش المفروض حامي الديار وحامي المسجد الحرام وحامي ومهبط الرسالة وأمير المؤمنين، مش المفروض تكون لردة فعل ضد فرنسا بعد ما سب الرسول؟ صح ولا لا؟ أنت اللي طالع كم عمرك، 5 سنين 10 سنين، إيش رأيك يا أخي؟ كل واحد روّوا أطفالكم روّوا أطفالكم المقطع، خل واحد يحكم. يعني أنا صراحة صار لي فعلا فترة طويلة وهذا السؤال يدور في بالي، ولكن للأسف طبعا أنا يعني ما لحقت أن أصور المقطع، أتمنى من صاحب السمو الملكي يجاوبني ويجاوب المسلمين. أنا كمسلم مو بنت أمير المؤمنين، أبيك تجاوب على هذا السؤال، ليش ما كانت لكم ردة فعل؟ السعودية العظمى والله إخوان الأفاضل، أنا أقسمت لو ما بقول لكم أي دولة أخرى، بس السعودية، بس المملكة، لو سحبت السفير ومنعت الاستثمارات وقطعت الخطوط الطيران ونفس ما سوته مع كندا، والله الخنزير مكروه ليطلع مثل الكلب مثل القزمة يعتذر حق المسلمين. وإذا أنا غلطان يعني أنا مستعد إيش تبون مني أسوي، لكن فعلا ما في عزة للإسلام ولا عزة ولا نخوة ولا شرف ولا حب تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة حابة أنا أوجهها لكل خنزير اللي يدافعون عن الباطل، ولكل شيخ دين، فضيلة الشيخ إطاعة ولي الأمر، أنا بطيع ولي أمرك، أنا بحبه على خشمه، بحبه على راسه وبحب يده، لكن لو فيكم رجال يا كلاب واحد يجاوب على السؤال اللي أنا قلته، ليش ما كانت هناك ردة فعل عنيفة تجاه ما حصل من فرنسا؟ للأسف ردة الفعل ما كانت عنيفة، عندي كلمة بقولها لكن استحي، ردة الفعل كانت للأسف ردة فعل مخنثين والعياذ بالله. عشان كذا يوميا الغرب راكبين مو بسألين فينا، ليش؟ لأن وراهم ناس من الحزب الكوهيني، احنا نطالب بالمقاطعة، كوهينوه بن زايد طالع في نفس اللحظة نقدم دعمنا إلى فرنسا. ويعني في كفر أكثر من كذا أعزائي المشاهدين؟ أتمنى حد يجاوب، أعتقد الموضوع واضح، حد يجاوب على أكرر السؤال ولا أسوي حلقة ثانية؟ أعتقد السؤال واضح ويعني أنتظر الإجابة، أبي واحد خنزير يكتب تحت إجابة على هذا السؤال. أتمنى رسالتكم وصلت.